بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. هذه هي الحلقة الثالثة من مادة مبادئ القانون التجاري. كنا تكلمنا فيما مضى عن تعريف القانون التجاري وعن بعض الأمور مثل آثار التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري، وتوقفنا عند تقسيمات الأعمال التجارية. الأعمال التجارية حينما ننظر إلى المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السعودية الصادر عام 1350 للهجرة، نجد أنه ذكر مجموعة من الأعمال أضف عليها الصفة التجارية. ومن خلال النظر في هذه الأعمال مجتمعة يمكن القول بتقسيم الأعمال التجارية إلى التقسيمات الآتية. هناك تقسيمات كبيرة ثم بعد ذلك تقسيمات مفصلة. فالتقسيم الأول وهو تقسيم أو تقسيمات الأعمال التجارية هي تقسيم الأعمال التجارية إلى أعمال تجارية أصلية وأعمال تجارية بالتبعية. والأعمال التجارية الأصلية تنقسم إلى أعمال تجارية منفردة أو مفردة، وأعمال تجارية بالمقاولة أو بالتكرار، والأعمال التجارية بالتبعية وهي الأعمال التي لا تكتسي ولا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا صدرت من تاجر يقوم بها لأمور تتعلق بأعمال تجارته. هناك تقسيم رابع أضافه شراح القانون التجاري وهو ما يسمى بالأعمال التجارية المختلطة، وهي التي تقع بين تاجر وغير تاجر، فتكون تجارية بالنسبة لأحد طرفيها دون الآخر، فالآخر تكون أعماله أعمال مدنية والأول تكون أعمال تجارية. نبدأ بالتقسيم الأول وهو المهم، وهو عماد وعماد القانون التجاري، وهو الأعمال التجارية الأصلية. وقلنا بأنها تنقسم إلى قسمين، أعمال تجارية منفردة وأعمال تجارية بالتكرار. فنبدأ بالأعمال التجارية المنفردة، ونستخلص هذه الأعمال التجارية المنفردة كما ذكرت لكم في بداية هذه المحاضرة من خلال النظر في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية. وبالمناسبة أنا أكرر دائما أقول بأن هذا النظام يجب أن يكون كل طالب لقانون التجاري السعودي يكون قد اطلع عليه ونظر إليه وقرأ فيه قراءات متأنية، لأنه هو الأساس وهو المنطلق الأول للقانون التجاري. فالأعمال التجارية المنفردة هي الشراء بقصد البيع والأوراق التجارية وأعمال الصرف والبنوك والسمسرة وأعمال التجارة البحرية. فهذه هي أعمال التجارية المنفردة. أكرر، الشراء بقصد البيع والأوراق التجارية وأعمال الصرف والبنوك والسمسرة وأعمال التجارة البحرية. فنتكلم عن هذه الأعمال التجارية المنفردة بما يتناسب مع هذه المرحلة. فنبدأ بالشراء بقصد البيع. الشراء بقصد البيع نصت الفقرة ألف من المادة الثانية بقولها يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت ألف كل شراء بضاعة أو أغلال من أو غلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها. طبعا هذا النص موجود في نظام المحكمة التجارية بهذا بالأحرف التي سمعتموها. فمن خلال استقراء هذا النص واستخلاص الشروط التي يلزم أن تتوافر في هذا العمل الذي هو الشراء لأجل البيع لكي نقوم بصدد عمل تجاري، يلزم أن تتوافر أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون هناك شراء. الشرط الثاني أن يكون محل الشراء منقولا. الشرط الثالث أن يكون هذا الشراء من أجل إعادة البيع. الشرط الأخير أن يكون القصد من وراء هذا الأمر هو تحقيق الربح، وسيأتي تفصيلات لهذا الأمر. فالشرط الأول وهو الشراء، المقصود بالشراء هو كل كسب ملكية شيء بمقابل، سواء كان هذا المقابل نقديا أو عينيا، فأنت وهو ما يسمى بنظام المقايضة، فأنت تشتري الآن سيارة وتدفع مثلا 50,000 قيمتها، أو تشتري سيارة وتدفع مثلا في مقابلها سيارة أخرى أو أرض أو أغلال أو ما إلى ذلك، هذا يسمى نظام المقايضة.
فأنت هنا حينما تشتري الشيء أو يجب أن تؤول إليك ملكية هذا الشيء الذي اشتريته عن طريق الشراء، وبذلك نستبعد الإرث والوصية أو كل انتقال ليس بعوض. كل شيء ينتقل إليك وهذا ضابط يعني يضبط لك المسألة، كل شيء ينتقل إليك بغير عوض فهذا لا يدخل في منظومة الأعمال التجارية المنفردة. أيضا من خلال هذا الشرط يمكن أن نستبعد بعض الأشياء التي لا تدخل في نطاق الأعمال التجارية كما هو منصوص النظام وكما هو الواقع الذي يسير عليها القضاء التجاري هنا في المملكة وفي غيره من دول العالم التي تأخذ بازدواجية القانون التجاري أو القضاء التجاري. من الأشياء التي تستبعد بناء على أنه يلزم أن يكون هناك شراء النشاط الزراعي، كل دول العالم تقريبا تستبعد النشاط الزراعي من منظومة الأعمال التجارية، فالشخص الذي يشتغل بالأعمال الزراعية لا يعد عمله هذا عملا تجاريا، وهذا واضح من نص المادة الثالثة أيضا. يعني لا نكتفي بهذا، لم يكتفي المنظم بهذا الشرط أو بهذه المادة الثانية في فقرتها ألف، بل أكد ذلك في المادة الثالثة حينما قال إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، وهذا نص واضح الدلالة صريح واضح بأن الأعمال الزراعية كلها قد تم إقصاؤها من ولاية القانون والنظام التجاري. طبعا أنت إذا بحثت عن الحكمة في استبعاد الأعمال التجارية الزراعية من نطاق القانون التجاري لا تجد علة مقنعة تطمئن إليها، ولكن يبدو أن هذه ممارسات صارت عليها الدول منذ زمن قديم واستمروا عليها من باب فيما يبدو من باب التقسيم والترتيب والتبويب، ولذلك كل الأعمال الزراعية لا تعد من الأعمال التجارية. كذلك إذا قام المزارع بتربية المواشي في داخل يعني كان تبعا لها، يشتري الآن بضائع، يشتري يعني أغنام أو إبل أو بقرة وما إلى ذلك، ويقوم بتربيتها وتسمينها وبيعها ويكون هذا العمل الذي يقوم به تابع للنشاط الزراعي فلا يعد عمله هذا عملا تجاريا. لكن لو انفصل هذا العمل كتربية المواشي كما يفعل الآن في بعض الصحاري والبراري، يقوم أحد الأشخاص ويشتري قطيعا من الأغنام ويقوم بتربيته وليس تابعا لعمل زراعي، يقوم بتربية هذه الأغنام ثم يقوم ببيعها بعد تكثيرها وما، هذا العمل يعد عملا تجاريا لأنه اشترى هذه البضائع وهي منقولة كما ترون، وطبعا يقصد من وراء ذلك الربح، فعمله هذا يعد عملا ايش تجاريا لأنه لا يتبع للعمل الزراعي. أيضا الأعمال الاستخراجية أيضا كلها تخرج من نطاق القانون التجاري، فاستخراج الأشياء من باطن الأرض كالبترول والمعادن وكذلك قطع الأشجار واستغلال الصيد صيد الأسماك. لماذا قلنا باستبعاد هذه الأشياء؟ لأن الشرط الأول عندنا هو أن يكون ثمة شراء، هذه الأشياء لم يسبقها شراء، شخص يذهب إلى الغابة ويقوم بالاحتطاب ويقوم ببيع هذا الحطب على الناس، عمله هذا لا يعد عملا تجاريا لأن ملكية هذه الأشياء كان بغير طريق الشراء وإنما باستخراج أو اقتطاع هذه الأشياء، لكن المشتري الذي قام اشتراها بكميات تجارية وقام ببيعها هذا يعد عمله عملا تجاريا. لماذا؟ لأنه سبقه شراء. أما الشخص الذي ذهب إلى الغابة وأتى بهذه الأخشاب وهذه الأمور وقام ببيعها فلا يعد عمله هذا عملا تجاريا لأنه لم يسبقه شراء. كذلك من الأمور التي تستبعد من نطاق القانون التجاري الإنتاج الفكري والمهن الحرة، فما يجود به الفكر من بدائع وأمور فهذا لا يعد عمل تجاري، فالرسام الذي يقوم ببيع اللوحات التشكيلية حتى وإن كانت بأعداد مهولة فهذا لا يعد عمله عملا تجاريا لأنه لم يسبقه شراء، لأن اللوحة هذه لم يقم هو بشرائها وإنما هو الذي قام بإنتاجها من خلال بدائع فكره وإنتاجه. كذلك الآن الأشياء الإبداعية كلها تخرج، مثلا الشخص حتى وإن باع مؤلفاته وكتبه هذا لا يعد عمل وعمل تجاري لأنه لم يقم بشراء هذه الأشياء، لكن صاحب المكتبة دور النشر التي اشترت هذا العمل
وقامت بشراء حقوق هذا الكتاب وقامت ببيعه يعد عمله عملها هذا عملا تجاريا لأنه سبقه شراء. كذلك المهن الحرة، فالمحامي والطبيب وكل شخص يعتمد على قريحته وعلى إبداعاته الفكرية لا يعد عمله هذا من الأعمال التجارية لأنه لم يسبقه شراء. هذه كقواعد عامة، لكن قد تخرج بعض الاستثناءات اللي يكون فيها عمل عن طريق شركة، يعني يؤسس شركة لمثل هذه الأمور، فإذا كان ذلك عن طريق شركة فهذا يكون عمل من الأعمال التجارية، لا لأن هذا العمل عملا تجاريا لا، ولكن هذا المشروع أخذ صفة شركة، ونظام المحكمة التجارية ينص على أن أي عمل يتخذ شكل شركة فإنه يكون عملا تجاريا. هذا ما يتعلق بالشراء، ما يتعلق بالشرط الأول وهو الشراء بقصد البيع. فنلخص ما سبق ونقول بأن الشراء بقصد البيع يعد من الأعمال التجارية، وبهذا نستبعد الأمور الآتية: كل شيء ينتقل للإنسان يؤول للإنسان بغير طريق الشراء كالهبة والوصية فهذا لا يعد عمل تجاري، كذلك الأعمال الزراعية والصناعات والأمور الاستخراجية، كذلك الإنتاج الفكري والمهن الحرة، هذه كلها لا تعد أعمال تجارية. فالشخص الآن الذي يذهب ويشتري مجموعة من السيارات 20 سيارة ويقوم ببيعها بربح عمله هذا عمل تجاري، لكن شخص مثلا توفي والده وهو عنده 20 سيارة مثلا ورث هذه السيارات ثم قام ببيعها، هل يعد عمله هذا عمل تجاري؟ طبعا لا يعد عمله تجاري. لماذا؟ لأنها آلت إليه بطريق الإرث ولم تؤول إليه بطريق الشراء، هو لم يشتريها. هذا هو الذي هذا هو الشرط الأول من الشروط التي يلزم أن تتوافر في العمل لكي يكون عملا تجاريا. هنا مسائل قد يكون لها علاقة لمن يعنون بمقارنة بالفقه الإسلامي. طبعا الفقه القانون التجاري استقر على جواز بيع الشيء قبل قبضه بل وقبل شرائه، يعني الآن جرت عادة التجار على أنه يشتري الشيء قبل يبيع الشيء قبل أن يقوم بشرائه، فيعرف أن فلان من الناس يريد هذه البضاعة مثلا هذه الآلات الزراعية فيذهب ويقوم ببيعها ويستلم ويقول سأحضر لك البضاعة بعد يومين على أي شكل من الأشكال. هذه مسائل يعني فقهية قد يعني أو يجب أنه نتكلم عنها من الناحية الفقهية. طبعا هنا بيع الشيء قبل شرائه هذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها الفقهاء ونصوا على أنه يجب على الشخص أن يكون مالكا، ولذلك من شروط عقد البيع في الفقه الإسلامي في كافة المذاهب الفقهية أن يكون الشيء مملوكا للبائع، أن يكون البائع مالكا لما سيقوم ببيعه، وهنا بيعه للشيء قبل شرائه هنا يكون باع شيئا قبل ملكيته، فهذا يؤدي إلى مخاطر كثيرة كما أنه يصادم بعض النصوص الفقهية. أيضا عندنا مسألة أخرى وهي بيع الشيء قبل قبضه، قد يكون قام بشرائه ولكنه لم يقم بقبضه، فهنا هل يجوز؟ طبعا هنا فيه خلاف في الفقه الإسلامي على أقوال أربعة، منهم من يجيزه مطلقا ومنهم من يمنعه مطلقا ومنهم من يحصره في العقار دون المنقول ومنهم من يعني على خلاف في هذا، ولكن الأسلم والأبعد على النزاع هو أن يكون أن ينص في مدونة القوانين التجارية يعني أبعد عن النزاع. صحيح أنه قد يكون هناك بعض الأمور التي قد تتعطل فيها وتتأخر فيها الأمور التجارية والأرباح، ولكن أنا أقول دائما أنه تجري الأمور دائما على الوضع السليم هو الأسلم للمجتمعات، أن تضبط الأمور بهذا الشكل حتى وإن تضرر بعض التجار من هذا القانون أو هذا النظام، لكن ذلك سيحسم ويسد باب النزاع والشقاق المنتظر بين التجار. طيب ننتقل إلى الشرط الثاني وهو يكون محل الشراء منقولا، ولذلك نصت الفقرة ألف من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنه يجب أن ينصب الشراء على شيء منقول، ولذلك قالت هذه الفقرة على بضاعة أو غلال من مأكولات وغيرها، ولذلك يجب أن يكون النص هنا يجب أن يكون العمل اتجاه الشيء الذي قام بشرائه التاجر يجب أن يكون شيئا منقولا، سيارات، طائرات، سفن، بضائع، ما يكون، لكن العقار سواء كانت أراضي فضاء أو عماير معمورة، بيوت، فلل، شقق، ما إلى ذلك، هذه كلها لا تدخل في نطاق الأعمال التجارية.
طبعا أنتم تعلمون بأن القانون التجاري كغيره من القوانين يتطور وليس ثابتا. هناك من القوانين حقيقة من ذهب إلى أنه أدخل العقار ضمن في نطاق الأعمال التجارية ولم يذكر هذا الشرط من ضمن الشروط، وصولا منهم إلى أن العقار الآن، يعني العلل التي كان يذكرها من استبعد وأقصى العقار، كانوا يقولون بأن العقار سبب إبعاده عن نطاق الأعمال القانون التجاري هو أنه ما هناك سهولة في تداوله وأنه فيه بطء، والأعمال التجارية طبيعتها في طبيعتها أنه أنها سريعة، ولو أدخلنا العقار في ضمن الأعمال التجارية لأدى ذلك إلى تباطؤ العمل التجاري. هذا الكلام قد يكون صحيحا فيما غبر من تلك الأزمنة ومضى، لكن في زمن هذا أصبحت الأمور في دقائق معدودة يستطيع الشخص أن يقوم ببيع العقار، وانتقال الملكية أصبح سهلا. ولذلك أصبح من المهم حقيقة الآن أن نعيد النظر في منظومة القانون التجاري السعودي في قضية العقار، أنه تكون من ضمن الأعمال التجارية، لأن الحكم والعلل التي كان يسوقها المعارضون لدخول الأعمال لدخول العقار في الأعمال التجارية يبدو أنها رحلت في هذا الزمن وانتهت وتلاشت تماما، ولذلك لا مناص من القول بإعادة النظر فيها وإدخالها في منظومة الأعمال التجارية. الشرط الثالث وهو قصد إعادة البيع، يجب على لكي نكون في صدد الأعمال التجارية هو أن يكون المقصود من الشراء هذا هو أن يكون يقصد به الشخص الشراء المنقول، أن يكون يقصد به إعادة بيعه مرة ثانية. فأنت الآن حينما تذهب وتشتري سيارة أنت مستهلك، أنت لا تريد بيع هذه السيارة، إنما تريد أن تقوم يعني لمشاويرك وذهابك ومجيئك وما إلى ذلك، لكنك ليس في ذهنك حينما تشتريها أنك ستبيعها الآن. لكن التاجر لا يفكر بهذه الطريقة، التاجر يشتري هذه البضائع كلها ولا يريد أن يستفيد منها شيئا، لا يريد يستفيد منها إلا الربح أو هامش الربح وهو الفارق ما بين الشراء والبيع. فإعادة يجب أن يكون هناك نية مصاحبة يعني عند الشراء أنك قصدت من وراء هذه العملية هو إعادة البيع، وهذا يعرف من خلال القرائن، كمية الشيء المشترى، احتياجات الشخص لهذا الشيء، هذا يستطيع القاضي قاضي القانون التجاري أو قاضي المنازعات التجارية يستطيع أن يستخلص هذه النية من خلال سلوكيات التاجر، فهو يعني أمر ليس فيه صعوبة. يعني قد يكون الشخص مثلا الآن في نيته أنه يبيع هذا الشيء ثم بعد ذلك يصرف النظر عن بيع هذا الشيء، فهذا العمل بصرف هذه النية طبعا إذا صرف النية مثلا، طبعا هنا نقول أنه يجب أن تكون النية نية البيع معاصرة لعملية الشراء، وعليه فأن من يشتري منقولا بقصد استعماله أو الاحتفاظ به فهذا ثم يعدل عن راية فيقوم ببيعه فإن عمله هذا يعد عملا مدنيا ولو حقق ربحا، وذلك لانتفاء نية البيع وقت الشراء. وعلى العكس من ذلك يعد شراء المنقول تجاريا متى تم بقصد إعادة البيع حتى ولو عدل بعد ذلك عن موقفه فقام باستهلاكه أو الاحتفاظ به لنفسه، فهذا يعني لا يؤثر، هذا اختلاف أو تغيير النية هذه النية فيما بعد هذا لا يؤثر على هذا الشرط. طبعا سواء قام هو ببيع هذا الشيء بعد بحالته التي اشتراها عليه أو قام بتعديله بعد ذلك، بعض الناس يشتري سيارة الآن ويقوم بتعديلها وإضافات وما هذا لا يؤثر، يبقى العمل عملا تجاريا. هذا هو الشرط الثالث من شروط الأمر الأول من الأعمال التجارية المفردة وهو الشراء بقصد البيع. الشرط الأخير وهو قصد الربح، يجب أن يكون هذا العمل كله الشراء بقصد البيع، أن يسبقه شراء وإعادة البيع، وأن يكون منقولا وإعادة البيع، يجب أن يتغيى من وراء هذا العمل تحقيق الربح. فالشخص الذي يشتري منقولا بقصد إعادة بيعه ولكنه لا يتغيى تحقيق الربح فلا يعد عمله هذا عملا تجاريا. لماذا؟ لأن الربح هو عماد التجارة، هو أساس التجارة، وهو
الركن الشديد الذي تأوي إليه التجارة. يعني التاجر ما قام ولا بذل جهوده ولا عمل ما عمل إلا من أجل تحقيق الربح. فالجمعيات الخيرية التي تقوم بشراء أشياء وتقوم ببيعها على الناس بسعر التكلفة هذا لا يعد عملها عملا تجاريا. طبعا الجمعيات نظام الجمعيات الموجود في الخليج أكثر منها في المملكة، فهنا يبيعون على الأعضاء مثلا في الحي، يقومون بإنشاء بقالة كبيرة، تموينات كبيرة، وتكون هذه من أموال أهل الحي، ويبيعون على أعضائها بسعر التكلفة، ولكن الذي ليس عضوا يبيعون عليه بربح. فهنا أنت يجب عليك أن تعرف أن من قاموا ببيع هذه البضائع أو هذه التموينات على العضو لا يعد عملا تجاريا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ربح، لكن من غير الأعضاء يعد عملا تجاريا، وذلك لوجود إيش؟ الربح. إذن هذا هو الشرط الرابع، وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الأول أو العمل الأول من الأعمال التجارية المفردة، وهو الشراء بقصد البيع. وننتقل الآن إلى الأمر الثاني أو العمل الثاني من الأعمال التجارية المفردة، وهذا العمل هو الأوراق التجارية. الأوراق التجارية هي الكمبيالة والشيك والسند لأمر، ويجب علينا أن نعرف أن هناك الأوراق التجارية والأوراق المالية والأوراق النقدية. عندنا ثلاث مصطلحات. إذا أطلقنا الأوراق التجارية فنعني بها الكمبيالة والشيك والسند لأمر، والأوراق المالية هي الأسهم والسندات، ولذلك تسمعون في سوق الأوراق المالية. أما الأوراق النقدية فهي الفلوس التي بأيدينا وتسمى البنكنوت. نحن كلامنا هنا في الأوراق إيش؟ الأوراق التجارية. كل الأوراق التجارية، الشيك معروف كل يعرفه، أما الكمبيالة فهي تكون عادة بين ثلاثة أطراف. فهذه كل الأعمال التي تتعلق بالأوراق التجارية كلها يعد عملا تجاريا، على خلاف بالنسبة للكمبيالة، هذا بصريح نص النظام بأن سندات الحوالة وكذلك ما يتعلق بها هذا كله يعد من الأعمال التجارية. الشيك والسند لأمر فيه خلاف، منهم من ذهب إلى أن الشيك لا يكون عملا تجاريا إلا إذا كان صدر من تاجر بمناسبة أعمال تجارته. ومن الجدير بالملاحظة والذكر بأن هناك مكتب في وزارة التجارة اسمه مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، هو الذي يتولى الفصل في هذه المنازعات، وهذا المكتب هو يتأهب إلى الرحيل إلى منظومة المحاكم في وزارة العدل بعد أن صدر النظام القضائي الجديد عام 1428، وبذلك كل هذه اللجان كلها ستذهب إلى المحاكم التجارية. بعد ذلك ننتقل إلى أعمال الصرف والبنوك، وهذا سيكون في المحاضرة الرابعة إن شاء الله، ونختم ما هذه المحاضرة. وبالصلاة والسلام على رسول الله، والشكر لكم، والسلام عليكم.